اليوم انا اكيد مرشح حزب الكتائب وحامل كتير من مبادئ الكتائب، من المبادئ المقاومه اللبنانيه، من افكار بشير، من طروحات الشباب. كل هالشيء هذا بيجمع بفتكر بخط يلي يعني نحن ماشيين عليه، اللي هو خط الثوابت الاساسيه الوطنيه اللبنانيه والمسيحيه يلي بتصب بخانه الوجود الانسان لوجود اللبناني ووجود المسيحي الحر والثابت والمتساوي مع كل الطوائف اللبنانيه. هذه هي بفتكر اساس المبادئ تبعنا يلي نحن ماشيين عليها ويلي بهمني كرسها ان كان بالنيابه او ان كان بالعمل السياسي المستقبلي. اليوم انتخابيا انا بعتقد واكيد انه التحالف تبعنا هو تحالف طبيعي، هو تحالف بمد لتوصيل الهدف السيادي وتوصيل الهدف الحرية من أجل لبنان بتسكير كل الأبواب للمشروع الآخر يلي عم بيحاول يتطاول علينا بفتكر بأحد من أفكار من الأحيان. الحجم بالأشرفية، أنا سألتك عن الحيثية تحديدا اليوم، الحجم ونسبة إلى التاريخ وإلى الحاضر اليوم بالأشرفية الرميل الصيفي، هذه المنطقة الدائرة الأولى من بيروت. الحجم بفتكر بترك للناخبين هن يحددوا الحجم، حجم كل مرشح وحجم كل نايب وحجم كل شخص بحب يترشح على الانتخابات. هو بفتكر بقري الحجم مش انا بقري، يعني اليوم هيدي اول معركه انا بخوضها بالاشرفيه وراح اترك للناخبين هن يحددوا لي اذا هن فعلا بيرغبوا فيا او ما بيرغبوا، اذا هن بحبوا انا مثلهم او ما بحبوا، وهذا شيء خير لهم. اليوم خصمك بالانتخابات النيابية تحديدا بالأشرفية على المقعد الماروني هو رفيق الوالد، هل هو خصمك أيضا في السياسي وكيف هي العلاقة؟ أول شيء الأخصام كثيرة، ما في خصم واحد، في عدة مرشحين بفتكر اليوم، وبعد اللوائح ما تسكرت وبعد الترشيحات باب الترشيحات ما تسكر، فخلينا ننطر تنشوف شو يعني ممكن يكون في استقالات او تراجع عن ترشيحات؟ ما بعرف، خلينا ننطر اول شيء تسكير باب الترشيحات وعلى هالاساس ساعتها بنشوف مين رح يكون الخصم المضبوط طبعا. بس ترشيحك ترشيح نهائي؟ انا اول شيء بعد ما قدمت ترشيحي رسميا ترشيحي اكيد ترشيح مبدئي وترشيح نهائي، لانه بعتقد انه اليوم القضيه تبعنا منا قضيه فقط انتخابيه، القضيه هي قضيه مسيره شعب، مسيرة حرية، مسيرة وطن، نحن مستعدين لها شو ما كانت المراحل، شو ما كانت الاستحقاقات. اليوم الاستحقاق هو استحقاق انتخابي رح نواجهه، ولكن اكيد بالمستقبل رح يكون في عنا عدة استحقاقات اخرى رح كمان نواجهها. الاساس انه نحن اليوم قررنا والتزمنا بهالقضية، قررنا نقود لهالمعركة، قررنا نتبع هالمسيرة هيدي اللي هي مسيرة الحرية، مسيرة السيادة، مسيرة الدولة، مسيرة تقوية الدولة، وهيدا الشيء نهائي. هل هناك عذرا ولكن عن هذا تحديدا بهذا السياق، هل هناك إحراج عند الشيخ نديم الجميل أنه ربما سيواجه في الانتخابات خصما هو بالأساس هو رفيق والده كما يقول الخصم الانتخابي، وكما يقول بأنه يتعامل مع الشيخ نديم الجميل كما يتعامل مع قريب له أو ابنه أو ابن صديقه أو ابن رفيق دربه إلى ما هنالك؟ ما عندي أي خجل تجاه أي شخص أو خوض انتخابات تجاه أي شخص طالما أنا مقتنع بالمبادئ تبعي، وطالما يعني بفتكر انه المبادئ تبعنا واضحه وما عندي اي خجل خوض اي معركه ضد اي مرشح اخر طالما المبادئ تبعه ما بتتطابق مع المبادئ تبعي.